السلام عليكم، معكم ابراهيم رياض، مدينه صفرو، طالب صحفي صحفي في كليه الادب والعلوم الانسانيه بمدينه فاس. اليوم غادي نهضر على الاجواء العيد اللي دازوا في هذا اليوم اللي ليس بعادي بسبب جائحه كورونا اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا البلاء. والحمد لله داز في حله ديال الامان والراحه، بفضل هذا الشيء كامل راجع للمؤسسات الامنيه اللي قائمه بالواجب ديالها، اللي كما كنشوفوا دوريات كتدار على طول اليوم. الحمد لله دوزنا بواحد الراحه وبواحد السكينه، رغم اننا كنشوفوا للاسف عدد الحالات كيتزادوا وكيتضاعفوا، لكن نتمنى من عند الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا البلا وانه يحمي الامه المغربيه بصفه عامه واهل مدينه صفر بصفه خاصه. كنتمنى من عند الله انه يرفع علينا هذا البلا، وواحد المناشده كنقدمها للشعب المغربي، وواحد المناشده كنقدمها لساكنه مدينه صفر اللي هما اهل ديالي. الله يجازيكم بالخير، حافظوا على راسكم، المرض راه خطير، الله يجازيكم بالخير، رحنا محتاجين لكم، رحنا محتاجين لبعضياتنا، رحنا هما الركائز ديال هاد الدوله المغربيه، وحنا الركائز ديال البلاد المغربي، فالله يجازيكم بالخير، حافظوا على راسكم، وحنا محتاجين لكم، وشكرا وعيد مبارك سعيد. من مدينه صفرو، دوزنا اجواء العيد مختلفه على العام اللي فات بسبب الجائحه ديال كورونا، الحمد لله على كل حال، ما شفناش العائله ديالنا، الحمد لله، خفنا على السلامه ديالنا وعلى السلامه ديال الاخرين. كنتمنى الشفاء العاجل للناس اللي مريضين بكوفيد 19. كنتمنى من الله يزين هذا الوباء اقرب وقت نرجعوا للحاله ديالنا الطبيعيه. العيد داز بارد، ما كاينش الفرحه ما كايناش، واخا ذبحنا وهذا، ولكن ما كاينش ديك الحلاوه اللي كانت. بنادم حزين واخا هكا. هي ما قمتوش بالزياره ديال الاحباب؟ زياره ديال الاحباب؟ لا غفرتهم من بعد في الهاتف. التليفون وصافي، هذا هو. شنو كتشوف دابا ناقص في هذا العيد هذا؟ ايوا ناقص بزاف، ناقصين الحباب، كان شي كيزور شي. حنا كنمشيو للعائله ونزوروهم ويزورونا، ولكن دابا في عوض ما نخرجوا ما نمشيو عند العائله، حتى حنا خرجنا نتمشاو وما تليفون وصافي، كنقولوا لهم كيف دايرين والعواشر مبروكه وصافي، هذا الشيء اللي كاين. غفرتهم بعدا؟ غفرناهم في التليفون، ولكن باش نمشيو عندهم ما يصلحش، ما يمكنش. دابا كاين اللي كيخاف، واخا كتمشي لعندو راك معروف ما فيك شيء هاد كورونا، ولكن عاود كتحس بهم هما خايفين منك وربما يكون فيك. وهما وانا عاود كنخاف منهم الا تكون فيهم. من بلا ما كنشد الاحتياط ديالي. كنشد الاحتياط ديالي وهما كيشدوا. الله كيقول لك واحد المات من الله سلامه ولا ندام. من الله نخرجوا سالمين من هاد كورونا، ولا الله يسترنا نتقاصوا وجه داك السعمية. انا كنخاف غير من داك الفرميات غير كيوريوهم في داك السبيطار، وداك الشيء كلشي لابس ابيض، كنقول يا ربي نموت بلا ما نشوف ديك المنظر هذاك ديال داك الشيء هذاك وداك الفرميه وداك هذا، كنقول يا ربي لهلا يوصلني لديك المرحله هذه. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم